خليني اقف معاك عند بطوله الجودو، البطوله العربيه للانديه في الجودو. معانا الكابتن مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء النور على حضرتك. الله يخليك، وارجوك قول لنا الاستعدادات ازاي، وان شاء الله يكون وش العالمين الجديده حلو على البطوله. لا، وش العالمين حلو. احنا في البدايه بس لازم نشكر الدوله المصريه متمثله في سياده الرئيس فتحي السيسي على الابهار والجمال اللي احنا بنشوفه هنا. بجد الناس اللي موجودين هنا كم الابهار والسعاده اللي هم فيها من اللي هم شايفينه في العالمين، حاجه يعني احنا لازم نطلق عليها. هي مدينه سياحه في العالم من العالمين، ونشكر سياده الرئيس على المجهود الكبير والمظهر والمنظر المشرف اللي فيه المدينه، وعلى الدعم والمسانده اللي احنا شايفينها هنا. الناس كلها مبسوطه، الناس كلها سعيده بالاجواء. بجد حاجة تدعو للفخر. احنا بنفتخر ان احنا مصريين، وان احنا بقى عندنا مدينة بالجمال اللي احنا شايفينه ده يعني. طيب، في 12 دولة عربية ممثلين باندية، ارجوك قول لي الاستعدادات بقى والبطولة والفعاليات، الميادين الخاصة بالنزال يعني اخبارها ايه، وكل التجهيزات. حضرتك احنا موجودين هنا النهاردة، كان عندنا المؤتمر الفني والقرعة، وكان عندنا مكتب تنفيذي للاتحاد العربي على هامش البطولة، وعملنا القرعة والاجتماع الفني، وكل الناس كل المراحل العمرية عرفت المنافسات هتكون ازاي، وهتكون كويس مين هيلاعب مين. وبكرة ان شاء الله من الساعة 10 الصبح هتبتدي المنافسات في الصالة اللي هي انشئت لاجل الحدث ده. يعني الناس هنا عملوا صالة على البحر مخصوص للبطولة بتاعة الجود. انا هنقل لك تاني رأي الناس المشاركين من الدول العربية. الناس مبهورة ومستمتعة بالأجواء اللي موجودة، ومكان اللعب ومكان المنافسات. المنافسات قوية جدا، أعداد كبيرة من الدول العربية مشاركة في البطولة، المنافسات قوية جدا. إن شاء الله بإذن الله الحدث يطلع بشكل يليق باسم مصر وبمكانة مصر، والناس كلها تبقى ماشية راضية عن الحدث. وإن شاء الله خلاص إحنا هنكرر كل سنة هيبقى الحدث ده موجود عندنا بإذن الله. ان شاء الله باذن الله، وبنبارك لكم، وان شاء الله بطوله موفقه. شكرا لحضرتك، شكرا لدعمكم معانا. شكرا جزيلا كابتن مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، شكرا جزيلا.